وحتى الانقلاب العسكري الأخير. هذا الانقلاب العسكري الأخير هي حلقة من هذه الحلقات، حلقات الحكم العسكري لمصر الذي نشأ منذ 29 مارس تحديدا، مساء السبت 29 مارس 54 الساعة 6 مساء. ولكن قبل أن نستمع إلى الرأي الآخر، ما معنى يعني أن أعدام الإرادة لا يقل عن الشرك بالله؟ لأن مبدأ سلطان الإرادة لم تعرفه حضارة قانونية في التاريخ كما عرفه الإسلام. أعظم ما جاء بالإسلام هو هذا المبدأ، فجعل قضية الإيمان بالله لا اعتبار لها ولا وزن بلا هذه الإرادة، وجعل العبادات كلها لا اعتبار لها، الصلاة والصيام والزكاة والحج لا اعتبار لها بلا هذه الإرادة، وجعل المعاملات كلها يعني أنت والطلاق. تقول من قام بالانقلاب على دكتور مرسي أشركوا بالله؟ بالضبط، مش أشركوا بالله، جريماتهم لا تقل عن الشرك بالله، بمعنى أن من يلغي إرادة الشعب ما بتكفرهم ويتعدى على إرادة الشعب بتكفرهم. يا سيد، عقوق الوالدين لا يقل عن الشرك بالله، هل هذا كفر؟ لا 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 لا، عقوق الوالدين ما هو كبيرة من الكبائر. طيب دعنا مع أستاذ وليد طهان، ربما هو لديه آراء أو ردود ربما. وبالتالي إعدام الإرادة الإنسانية لا يقل عن الشرك بالله من حيث العقوبة، جريمة من الجرائم.